لا تسألني عن الجدران ولكن سلني عن الجيران، سقفها عرش الرحمن وجليسك فيها حبيب الرحمن، وجيرانك أبو بكر وعمر وعلي وعثمان، هي وسط الجنة وأعلى الجنة ومنها تفجر أنهار الجنان، إنها الفردوس الأعلى مأوى الأنبياء والصديقين والشهداء، ومن عانقت هممهم قمم الجبال، فإذا أردت أن تكون معهم فلا ترضى عن الفردوس بديلا. لا ترضى بغير الفردوس بديلا، دي حلقتنا اللي هنتكلم عنها النهاردة يا جماعة. في حلقتنا الأولى قلنا لماذا خرجنا من الجنة، وحلقة البارح اتكلمنا عن متى سنعود والشوق إلى عموم الجنة، ولكن حلقة النهاردة حلقة خاصة لناس خاصة قوي يا جماعة، ثل من الأولين وقليل من الآخرين، قليل من الناس اللي بيتفرجوا علينا الوقت يا جماعة وبيتفرجوا على الحلقة دي، من أهل الفردوس الأعلى. رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جماعة ما كانش بيقول للصحابة يا جماعة ادعوا تدخلوا الجنة وخلاص، زي ما بنلاقي بعض الناس من أبائنا والناس البسيطة يقول لك يا عم احنا بس نخش الجنة بس نقف بس يا عم على بابها. أبدا، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عالي الهمة وكان يربي الصحابة على علو الهمة، وكان يقول إذا سألتم الله الجنة فاسألوا الفردوس الأعلى، وكان يوصفها كمان يقول فاسأل الله الفردوس الأعلى فإنها أعلى الجنة ووسط الجنة ومنها تفجر أنهار الجنة. يا جماعة الفردوس الأعلى هي أعلى ما في الجنة وهي وسط الجنة، وكل أنهار الجنة بكل الدرجات بتنبع من الفردوس الأعلى. النهاردة يا جماعة أنا مش جاي أتكلم في وصف الفردوس الأعلى عن الجدران، ولكن جاي أتكلم عن الجيران. لا تحدثني عن الجدران ولكن حدثني عن الجيران. يكفيك في الفردوس الأعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جارا أبديا لك فيها. الناس وهي معدية في العمرة بتغبط سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر الخطاب على جوارهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنزلة وفضل لم يكون لأي حد غيرهم. ولكن في الفردوس الأعلى أنت ممكن تكون جار النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن تكون جار أبو بكر، ممكن تكون جار عمر، ممكن تكون جار مصعب، ممكن تكون جار عثمان وكل الصحابة اللي أنت بتحبهم، كل دول يا جماعة في الفردوس الأعلى. يكفيك في الفردوس الأعلى حاجة أول ما بفكر فيها يا جماعة بأشعر من مجرد تخيلي ليها والله، أن سقفها عرش الرحمن. يا جماعة أنت عارف يعني إيه إن الفردوس الأعلى لا سقف لها إلا عرش الرحمن؟ كلما نظرت فوقك ترى نقش العرش. أنت متخيل الناس يا جماعة في الجنة متفوتين في الدرجات زي ما اتكلمنا فيه، هم درجات عند الله وهتيجي في الحلقة الجاية على طول. الناس متفوتة في صحبتها للنبي صلى الله عليه وسلم ورؤيتها لله. في ناس هيروا الله سبحانه وتعالى كل جمعة، وفي ناس هيروا بكرة وعشية، وفي ناس يا جماعة بيروا الله دائما ليل نهار، من أهل الفردوس الأعلى. كفى برسول الله جارا وكفى برؤية وجه الله، ما أعطي أهل الجنة نعيما قط كنعيم النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. لما جاءت أم حارثة بن سراقة وكان ابنها قد استشهد في غزوة بدر، وسألت رسول الله يا رسول الله ابني يا ترى هو مات دخل الجنة فأفرح به ولا ما دخلش الجنة فأبكي عليه؟ قال لها يا أم حارثة أو جنة هي؟ إنها جنان، وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى فإنها أعلى الجنة. فالواجب العمل يا جماعة بتاعنا النهاردة هو إننا نسعى في كل عمل في الدين وكل حديث صحيح الأعمال بتاعته تؤدي إلى الفردوس الأعلى. هات كل الأحاديث وكل الآيات اللي فيها الفردوس الأعلى واللي فيها الأعمال اللي صاحبها يدخل الفردوس الأعلى من غير حساب ولا سابقة عذاب، وخليها واجب عمل عليك النهاردة، وسعى ليها من النهاردة. احفظ القرآن كاملا عشان لما يقال لك رتل وارتقي تصل إلى الفردوس الأعلى، اكفوا اليتيم
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافي اليتيم كهاتين في الجنة. افتكر ربيع هو بيقول يا رسول الله أسألك مصاحبتك في الجنة. افتكر كل الأعمال اللي تؤدي إلى مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. افتكر دعاء كثير من الصحابة، اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. لا ترضى بغير الفردوس بديلا، لا ترى بغير العرش سقفا عوالي الهمة والناس عالية الهمة، لا ترضى إلا بالثريا وإلا بأعلى حاجة، وما ترضاش يكون فوقهم أي حاجة إلا في الفردوس الأعلى، عرش الرحمن خير سقف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.